أكاديمية الفنون صرح عظيم أنشئ من أكثر من 4 عقود حتى أصبح واحد من أهم الأكاديميات الفنية في الوطن العربي، وبيتميز بمكانة عليا في هذا التخصص لما يقدمه من تعليم ذات خبرة وكفاءة بيعد الأفضل في مصر والوطن العربي، وده عبر المعاهد 8 المختلفة ما بين الموسيقى والتمثيل والبالي والمسرح وغيرهم. اخترت أكاديمية الفنون لأن أنا أساساً بمثل مسرح وبمثل ميديا بقالي فترة، نزلت في كذا حاجة كذا مسلسل، بس محتاج أن أنا الإكسبيرينس بتاعت الأكاديمية علشان ان انا من خلالها اقدر ان انا اخد ستاب صريحه. وفي كل عام بيتقدم للاكاديميه عدد من الطلاب باعمار مختلفه، وده لتقديم مواهبهم وتحقيق امال الالتحاق باكاديميه الفنون. بقدم ان هو ان في مجال كويس جدا ودكاتره كويسه جدا بيدرسوا حاجه تمام يعني، وحضرتك انا بحب الموسيقى ونفسي اطلع موسيقار عظيم. في هنا حاجات كتير قوي، طبعا في باليه، كونسير، رسم، كل حاجه هنا موجوده، فهو ده اللي شجعني اني ادخل. انا واثق ان دي حاجه حكوميه وهيقدروا فيها الموهبه. كنت مقدم في ورش الشمسيه تمام، بس يعني متاخره، قلت ان انا مثلا هاجي يعني هنا المعهد يعني ممكن هم برضه يقدروا. انا هنا حسيت ان دوت هو اساس الموسيقى، ده اللي بينمي الموسيقى اللي جواكي يعني، وبينقلك لدنيا تانية في موهبتك.